نجمنا اليوم سطع النجم بقلوبنا وأنار بداخلنا شموع الأمل وحرك مشاعر الشباب فينا. دخل اسمه للائحة النجوم الشباب اللي حملوا لقب نجوم المرحلة عن حق. توفرت عنده كل مقومات النجومية: الصوت، الشكل، الإطلالة والجمهور. فإذا بالحلم السوري العربي للمجد يعلو ويأتينا ضيف على برنامجنا. صحيح ما قدرت تزبط معه، لكن زبطت معه معنا بلمع الأف أم من خلال إذاعة تطاوين والموقع العالمي المزميكس. من حي نجمنا ومن قل له أهلا وسهلا ببرنامجنا اليوم النجم نصيف زيتون. أهلا وسهلا فيك، مساء الخير. مساء الخير لك سلوى، مساء الخير لك مجيد، مساء الخير بدي لكم لكل المستمعين عبر أثير إذاعتينكم التنتين. أنا كتير مبسوط أني أنا عم طل عبركم ومعكم، وإن شاء الله هيك نكون خفاف، وأنا كتير مبسوط أني أنا معكم. شكرا للكلام الجميل اللي قلتيه ست سلوى. طبعا لنا حضورك مميز جدا. نصيف زيتون نجم ستار أكاديمي في موسمه السابع، مغني سوري من حوران، صوت مميز، حضور ركحي مميز جدا حتى خلال جولاته، عمل صيت، عمل اسم كبير. أيضا الليلة إن شاء الله نحكيه على تجربته ونحكيه أيضا على الجديد والحصري، شنو يحضر النصيف إن شاء الله الليلة هذي الكل جايينه تبعا. هي زبطت ولا ما زبطت؟ هلا الغنية ما زبطت بس زبطت معنا. شكر الله، الحمد لله. إن شاء الله مبروك عليك الأغنية. يخليك، تسلم. أنا عندي بحياتي كونسبت دائما بمشي فيه، بقول الحمد لله عندي، نحن عنا العرب الله نعمنا بنعمة، عنا كونسبت الحمد لله، فماشي فيه بحياتي والحمد لله زبطت أموري وعملنا ألبوم الحمد لله نجح، وهلأ شغلنا خلينا نقول بشكل يعني ما بدي كمان كتر الحديث كتير، الحمد لله الشغل جيد جدا، وهلأ في تحضيرات لعمل جديد، بكرة عندي حفلة والدنيا حلوة لهلأ معي الحمد لله. نجمنا وين حضرتك هلأ مقيم حاليا، بلبنان ولا بسوريا؟ أنا مقيم حاليا بلبنان خلينا نقول، بس يعني ما بين لبنان وسوريا، بس إقامتي الحالية هلأ بحسب يعني بدي تابع العمل وتابع الشغل، فأنا قاعد ببيروت. وبتعرفي شو، خلينا هيك انا بما اني عم بحكي انا بطريقه عفويه، بتعرفي اي بلاها نجمنا، خليني اقول نصيف سالفه من نجوم العكس بالعكس هوني كلهم بيقولوا انت نجم النجوم لانه عندك جمهور بيعشقك كتير، ونحن بنعرف بالنسبه للموقع الالكتروني اللي عندك ملايين من اللي بيحبوك، مش بس ألفات إنما الملايين. بالعكس أنت النجم بيكون بأخلاقه، ببساطته، بحضوره، بشخصيته الحلوة يلي أنت عندك إياها. جميل جدا. نصيف زيتون إدارة أعمال موفقة، يعني واقفة إلى جانبك، هذا يدعمك في مسيرتك الفنية. إلى أي مدى باسم كان عنده دور مهم جدا في حياتك الفنية؟ أول شيء باسم، خليني أعرف عن باسم عساف، هو مدير أعمالي عبر الشركة اللي أنا بنتسب لها Music is my life. ما يعني أنا بصراحة ما بحب ليك هلا هو بيكون عم بيسمع، ما بحب كتير أحكي قدامه، بس إنه حلو الله يطعمك هيك أخ لم تلد لك أمك، ومعك بيساعدك بالحياة بالشغل، وأنا بتفاجأ أيام بالحياة إنه الله بيبعت عالم بيساعده بالعمل بالشغل بالحياة، وما بيكونوا لا في صلة قربة ولا في صلة، خلينا نقول فعلا هي صلة قربة أو أخوة أو شيء. الحمد لله باسم من العالم اللي بيضل يساعدني، هو ما كتير أكبر مني، ففي هيك روح شباب دائما دائرة بيني وبينه، وبيشتغل من قلبه، بيحب العمل، بحسه مؤمن فيني، ولأنه قال مرة أنا بحب أشتغل مع العالم اللي بؤمن فيهم واللي بحس منهم في منهم شيء، فمبسوط الحمد لله عم بيشتغل من كل قلبه وبكل محبة، أهم شيء، وداير جو المحبة بيناتنا. الله يديم العشرة، هذا أهم حاجة. الحمد لله. مش عم تزبط معي، نسمعوا منها الليلة مقطع لينو من بعد إن شاء الله باش نسمعوها كاملة الليلة في لما على الأفام، باش نرجع نحكي عليها الأغنية هذه بالذات، ومن بعدها إن شاء الله باش نسمعوا نصيف لايف الليلة في لما. We'll be right back.
مجيد حداد في لمة على الأفان مع ألمع نجوم العالم العربي. بعرف بأنك ساكنني عايش بروح مجنني وجوا حبك أسرني وعم كادر رغم الأسوة اللي بقلبك والتعب اللي مرافق دربك والبعد اللي عشته بقربك أنا صابر مش عم تزبط معي أعشق غيرك لا والله مش عم تزبط معي غيرك قول الآه مش عم تزبط معي أعشق غيرك لا والله مش عم تزبط معي اشكل غيرك قول الآه بعرف بأنك ساكنني عايش بروح مجنني وجوا حبك أزن وعم كابر مش عم تزبط معي تسمعها كاملة بعد شوي تسمعها أيضا نهار الخميس إن شاء الله معي أيضا في إيقاع الناس على موجة الإذاعة التونسية من تطوين. خلنا نرجع نفهم قصة الغنية هذه كلها يا نصيف. قصة الغنية تعرف الغنية طلعت بشكل عفوي وحتى كنت اليوم عم بحكي انه حتى ستيل هذه الغنية عمل لي ستيل بالحياة يعني انا ستيل بالتنقاية صرت بتنقاية الاغاني الغنية انا كنت قاعد بالبيت وبفترة كنت بعيد عن تركت انا والال بي سي وكنت فترة قاعد عبارة عن ما في شيء ما في شغل ما في بابا يعني مثل اكلت الكاف استحقيتها فاتصلت بملحن الغنية اللي هو فضل سليمان وقلت له بدنا غنية فيها شيء ما عم يزبط فيها شيء فيها شيء من عدم الزبطان خلينا نقول وعملوا غنية فيها مش عم تزبط معي وهلأ صرت نفس الشيء عم كرره هلأ بالأغاني الجديدة بنقي كلمة وبقول له عملنا غنية فيها هالكلمة المعينة فحسيت عملت ستيل لحالي بالتنقاية يعني أو بعمل الأغاني بس هيك حلو. وطلعت بكل محبة كمان بس تصورها قريبا الغنية خالصة خلينا نقول هلأ نحن بأيام معدودة بتخيل بينزل الكليب تبعها الكليب هو عبارة عن خلينا نقول دوكومنتير معمول عن من حياتي أنا مأخوذ صور من حياتي اليومية صور من الحفلات صور أنا ومسافر وعاملين صور من فوتوشوت عامله والبقية تأتي والبقية شيء مهضوم يعني فيديو يعني. معمول هيك لايت مهضوم أنا عبول صور يعني قصدي فيديوهات يعني مش فوتو هذا هو فمشاهد خلينا نقول من حياتي اليومية مع مشاهد من شغلي عاملين لميكس وعاملين فيديو كليب نعم وسلوى تتذكر وقت لي جاء نصيف لهناك يا سلوى كانت من أحلى الحفلات عن جد العالم بعدها بتحكي فيها لهلا وبعدهم كلهم هلا عم بيبعثوا لي مسجات بيقولوا لي أنت مطربنا الحلو حيجي ويعملنا حفلات كمان مرة تاني يعني بدهم إياك على استمرار تجي يعني ما تقطعنا وما تغيب عنا كتير very soon إن شاء الله إن شاء الله يا رب قريبا إن شاء الله نعم نمشيوا شوية الخمس أسئلة ونرتاحوا منهم شوية الخمس أسئلة ومن بعد نسمعوا نصيف الليلة لايف شنو رأيك سلام إن شاء الله يا رب نعم نصيف زيتون من وقف إلى جنبك حتى تنجح وتحقق هالنجاحات المتتالية الأهل فيك تقول العائلة عائلة الخمس نجوم تبعي اللي هن أنا سونانسي وسامية والياس أهلي البابا والماما وأخواتي الله يحميهم والله يخليهم الكل خليك تسلم خليك إن شاء الله وللجميع ويبقوا سندا إن شاء الله ديما ليك إن شاء الله يا رب. يا رب بالنسبة لك نصيف يعني ضمن هذه النجاحات أكيد فما ناس يعني ممكن قلقها شوية نجاحاتك فهل هناك من طعنك في الظهر صراحة ما بفكر هيك ما بفكر إذا حدا طعني بالظهر لا والله أنا دايما بقول بيني وبين حالي إذا ما حدا بيحبني ما يكرهني يكون يعني في الواحد يكون ما يحبني بس بتمنى ما يكون يكرهني ما بحس انه حدا طعني بالظهر وما بفكر صراحة انا انسان دايما بفكر لقدام ومسالم جدا لأبعد الحدود وما كتير بوقف عند القصص
نعم. وما في حدا لا. أي وقتش تبطل إن شاء الله مشاهدة الأفلام والسينما؟ لأنك مغروم برشا يعني بالمشاهدة الأفلام والسينما. بحب كتير أتفرج، مبارك بالسينما. بحب أحضر حتى على إيمك عن السينما، بحب أحضر سيريز وبحب أحضر شيء وثائقي، بحب أحضر يعني. أنا من العالم اللي ما فت لسه بمود القراية، مع أنه حاب أقرأ بس أكتر من القراية بحضر يعني القصص اللي حتى فيها شيء من العلمي، بحب أحضرها شيء وثائقي يكون أكتر مما يقراها، حتى قصص بحضر. إيه بحب أحضر. جيد. بحب كتير. وزوز أسئلة من عند سلوى. لنهود شوي، لناخدك شوي نجمنا لبداياتك بمواسم ستار أكاديمية اللي أنت فزت فيها. كان عندك منافسة كتير قوية وكان بفارق كبير، يعني حزت على 65.21% من مجموع الأصوات. يعني كيف قدرت أنك تمتلك؟ قدي ماني متذكر. نعم. بتعرفي أكتر مني، ما مش متذكر قديش كانت النسبة. يا 65.21. كيف لا قدرت تحوز؟ يعني شو اللي خليك انك تتفوق على المنافسين تبعولك؟ والله هذا ما بقول لك من عندي، اجى توفيق من عند الله. يمكن الاصرار اللي كان عندي انه انا بدي غير الواقع تبعي والحياه اللي انا عايشها للاحسن، كنت مصر كتير بدي غير الواقع، انه انا كنت من انسان عادي لانسان فعلا فنان. دعوه الاهل، وبتخيل بس أكتر شيء التوفيق من عند الله. وأنا إن شاء الله أكون إنسان مرضي، يمكن أمي كتير دعيت لي والبابا والأهل. الحمد لله. وإضافة أنه في شيء من الموهبة كمان، خلينا نقوله ما بدي بيّن أقول عم يمدح بحاله، بس أنه أكيد في شيء من الموهبة. هلأ موهبتك وراثية ولا كيف؟ أنه في حدا بالعائلة بيت زيتون كله من الشرش، ما في حدا بيغني يعني، طالع طفرة لهلأ حتى الوحيد. المنفرد. منفرد. كمان تكرمت نصيف من قبل رئيسة الأكاديمية رولا سعد، وعطتك رمز الأكاديمية الكريستالي، من وجه لها تحية طبعا للجميع. ولما أنت تكرمت حزت على الأكاديمية الكريستالي ورفعت علم بلادك، وكانت مواقف أنا كنت عم تابع البرامج يعني، وكان كتير يعني بالفعل أنه بكيتنا، نزلتنا دمعتنا. هالحصول على الجائزة من هالنوع هايدي، شو عملت بداخلك؟ شو كيف حسيت أنك عم بتقدم شيء لوطنك، لبلدك، لعائلتك، لأصدقائك، لجمهورك يعني، حتى اللي بحبك؟ كنت عم بقولك قبل شوي أنا كان عندي إصرار إنه غير الواقع تبعي. أكيد الجائزة دفعتني للأمام أكتر، عملت لي بوش خلينا نقول لقدام. إن شاء الله أكون أنا عم بعطي صورة عن بلدي جيدة، يعني خلينا نقول للشاب السوري المهذب الفنان المربى. أنا بفخر بهاي الصفات صراحة، وبحب أكون حاصر عليها، والعالم تشوفني إنسان مسالم، إنسان محب. وآخر شيء يعني أمثل الشاب السوري العربي يعني جميل. ما بعرف بأخلاقه كلها طبعا يعني، فما بيئة أيضا اللي أنت ترجع لها بالنظر، واللي أنت منتمي لهذه البيئة، عندك أخلاقك العالية يعني، هذية كلها يحسب لنصيف. شنو رأيكم الليلة نسمعوا نصيف زيتون على الهواء مباشرة لايف الليلة؟ خلنا ننقل التحية ومن بعد نسمعك لايف. تحية من محمد المسلم من سوريا من حلب إلى حبيبة قلبه ألفة من تونس، يحب يسلم على ألفة، يحبها بصوت نصيف زيتون، هو موجود حاليا في إربيل العراق. تحية كبيرة 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 نصيف زيتون. أهل حلب ولكل أهل العراق ولكل أهل تونس ولكل الجالية العربية بأمريكا. الله يخليك. ومنقول هيك الله يهدي البال بكل مناطقنا العربية، ونضل كلنا بخير وبصحة، ونضل نضحك. صال صال يا ربي. هو محمد من سوريا، إهداء لحبيبته ألفة من تونس، وهو موجود في إربيل، وهم يسمعوا فيك الاثنين حاليا. غني لهم شيء للاثنين. يا هلا بتعرف شو أنا بالانترفيوهات تبعي اللي بعملها بالعادة ما بغني على العود،
بس اليوم استثنائيا استثنائيا بما اني عم بطلع اسير اذاعتكم وعنكم بتونس. انا بحب اهل تونس كثير. ما على خاطر عندك جمهور كمان. لا عندك جمهور. عندك جمهور كبير طبعا. تعال غني لكم على العود اليوم. غني شيء لالي. كما شئت لك اختي. انت يلا. ضيفنا واحنا مدللينك اليوم. مدلل حبك عامل ادمان ماشي بدم الشريان ساكن خلايا عقلي نسيني حتى النسيان حقيقة المست بيدي شفت بقلبي وعيني يمكن جن ويمكن مو أما إنسى ما في مش عم تزبط معي أعشق غيرك لا والله مش عم تزبط معي اشكي غيرك ولا الله خليكم. يسلم هالصوت. شكرا هالصوت. نصيف انت صحيح بيقولوا انه تملك صوت جبلي قوي وبتأدي المواويل الصعبة مثل الاغاني الجبلية لوديع الصافي وحصلت على دعم كبير منهم الراحل وديع الصافي اكيد وسلطان الطرب جورج والصوف وكمان تشجيع كبير من الفنان الياس كرم. نعم. كيف صارت هيك يعني شو كي خبرنا على المرحله اللي مريت فيها. شو بدي خبرك اساتذة كبار انت اللي ذكرتي اسمهم وانا بكبر فيهم طبعا تحيه لروحه للاستاذ وديع الصافي الله يرحمه. الله كمان يقومه بالسلامه استاذ والسوف وتحياتي الحاره جدا لحبيب القلب. انا بحبه الاستاذ الياس كرم على المستوى الشخصي طبعا. وبحبه لانه فنان عظيم وعنده اسم الياس مثل اسم الوالد فانا بحبه على ثلاث اصعده يعني الياس كرم كثير بيربح معي بشغلات بقلبي مش عم فضله عن الباقي بقلبي بس الياس كرم لانه كمان حامل اسم الوالد. انا بكبر بمحبتهم بكبر انه فعلا لقيت منهم دعم. الاستاذ الياس كرم حكى كثير حكي عني حلو. استاذ وديع الصافي بكفي اني طلعت وتصورت حده هي قيمك انه انا غنيت معه كمان و هداني عود دعاني لرولة عنده على البيت وتشرفت بي خلينا نقول أنا بثلاث ساعات من العمر كانت معه. الأستاذ جور والسوف كمان هنا بعد ما طلعت دق تليفون الأستاذ طوني أهواجي وهنا فيني كمان بكبر فيهم أساتذة كبار أنا أكبر من أحكي عنهم بس مثل ما قلتي أنت بس ذكرتي أسمائهم حد اسمي أنا بتخيل أنه أنا شألوني وكبرت بمحبتهم كبرت باسمهم والحمد لله ومع صوتكم ومع حديثكم طبعا منعرفش أنا ما شاء الله يعني من المستمعين اليوم من سوريا كأنهم صبوا علينا بعدد كبير كبير كبير. مصعب العمر من سوريا يحييك تحية كبيرة كبيرة كبيرة. نصيف من الأصوات المتميزة على المستوى الوطن العربي. شكرا يا مصعب. شكرا شكرا, شكرا لك. الله يخليك. كمان في تحية مجيد من عصام عواد من أمريكا. من أمريكا هلأ بعتنا مسج وبيسلم على مطربنا على نجمنا من هو من سوريا الأصل من سوريا عصام عواد. شكرا يا عصام. شكرا على رأسي يا عصام. الله يخليك. فما أشرف فما موسى فما فرحان فما من حسين من فلسطين فارس أيضا سوري تحية وسلامي ليك يا صديقنا الغالي ما شاء الله يعني تحياتي للجميع. شكرا بدون استثناء يعني شكرا لكم الكل دون استثناء. خلي نسمع حاجة لايف ونستمتعوا الليلة بصوت نصيف زيتون في لمع الاف ام. شنو تقترح نصيف؟ قاصد حماكم أنا بالخير يا جيران عصوت حادي حدا حبيت نسماته قاصد حماكم أنا بالخير يا جيران
صوت حادي حدا حبيت نغماته تاريح دا نحكم تاريح دا نحكم وبحيكم عمران والليل باهي القمر حلوين نسماته تمنيت تمنيت طول العمر اسمع حدا العربة العربان محسوب كن لو حكم من القلب كلماته وسلامتكم. شكرا ومعك ما شاء الله. مساء الخير للرائعة سلوى، مساء الياسمين الشامي للفنان الرائع صاحب أجمل خامة صوت جبلية الفنان نصيف زيتون. وبحب أقول لحضرتكم أنه سهرتنا معكم عبر الأثير لها نكهة خاصة بوجودكم، تحياتي لكم وأتمنى سهرة ممتعة لجميع المستمعين. مصعب، شكرا مصعب العمر، شكرا برشا مساجات تكتبهم، شكرا لك وشكرا يعني من القلب، يعني ما شاء الله يعني من الكواكب من المسؤولين. شكرا لك يا مصعب، شكرا شكرا أيضا والله حتى من الشخصيات البارزة الليلة اللي يسمعوا فينا أيضا، حتى شكرا لك سعادة السفير اللي يسمع فينا الآن، سفير اللبناني بالمغرب حاليا لكن موجود بلبنان. شكرا لكم، شكرا على تعليق المايسترو، شكرا خلدون، شكرا كارين، شكرا رنا رنا أي أي تسمع معنا وعم كمان عم تبعت تحية لنجمنا. شكرا لكم وكمان كل الجاليات العربية، يعني ما فيني أذكر كل الأسامي بس صدقوني عم تجيني كتير مسجات كلهم عم بيوجهوا لك تحية نجمنا. أنا كمان بوجه لهم تحية قريبا إن شاء الله. شكراً. 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 شكرا عديد الشخصيات ما شاء الله يعني اللي يسمعوا فينا، شكرا لهم الكل. إن شاء الله في الأخير أنا نذكر أسماءهم الكل، المساجات تجي تباعا. From Tunisia and New York to the world Tatooine Radio going live under one way. Your favorite superstars on air. This is Together on FM with Majid Haddad. وسهرتنا ما تكون حلوة إلا ما يكون معنا نصيف زيتون الليلة بصوته بكلامه الحلو. ما شاء الله إنسان مثقف، إنسان يعني درس موسيقى، يعني ما شاء الله يعني تشبع بالموسيقى، قرأ، ثقافته جيدة، تعامله أخلاقه عالية جدا، علاقته أيضا بالمطربين، يعني حتى أني حاولت أني نجس النبض يعني مع المطربين والكل، علاقته أخلاقه عالية جدا جدا، والإنسان يقاس بأخلاقه، يعني أنت حتى تفرض نفسك بأخلاقك مع وتعاملك والكاركتير الخاص بنصيف. لكن نصيف انه طبيعتك هادئ جدا، طبيعتك خجول، طبيعتك ايضا انك كانك بيتوتي ايضا. مزبوط. صحيح. مزبوط. بس انا بعرف شو بدي. انا الجامعه تبعي اللي درستها فعلا موسيقى، انا كنت طالب المعهد العالي للموسيقى. المعهد العالي للموسيقى هو 5 سنين الدراسه تبعه. نعم. وانا درست لحد 3 سنين وطلعت عملت ستار اكاديمي ما شاء الله. هلا ما كملت لأن وأنا فت بطريق الفن وانشغلت، بس أنا عم كمل على المستوى الشخصي، يعني في فعلا في فما دراسة فيه. فما ثقافة فيه. موسيقية بس أنا ما كملت للخمسة، أنا بس بحبه الحق أولي يعني. أي لا يعطيك الصحة، شكرا تسمع. شكرا لك يا غالي. خلنا نسمع لايف ومن بعد نواصل، مازلنا باش نحكي مع بعضنا ومازلنا باش نستمتع بالحكي والحديث أكيد الليلة عبر موجاتنا. خلي لك الخط، شئت إن شئت حتى كوكتيل كامل، ميدلي كامل لك ميدلي كامل. يلا نحكي شوي ويتان دردش، خلينا شوي. والله حابب نسمع صوتك صراحة لانه نكهة اللايف بيشرفني، والله بيشرفني. عايشك عايشك انا نغني لك لبكره بس. عايش خويا صوت ربابة. صوت ربابة يبكيني هونك يا ابو الرا
بابا وعنيني ذاكر بعنيني يوم الفارقت بابا عيني يوم الفارق تحبابا. أهي الله يخليك. شكرا. انطلق صوتك بكل محطة، كنت دايما حامل معك وعد غنائي كل مرة أفضل من المرة اللي قبلها. قدرت أنك تسقل موهبتك وتوجهها نحو الأفضل. هلأ كعازف بتعزف على العود وبتغني أو أكيد بتلحن، كيف قدرت تقيم صوت؟ ما بتلحن؟ ما فتت لسه له أرباب والملحن، يعني أنا بحب دندن على العود هيك برأفع حالي أنا وبغني، بس التلحين له بتخيل أرباب بكير يعني أقول أنا بلحن. لا بساتني هلأ شاب بغني جديد، عندي ألبوم الحمد لله عم لاقي النجاح، بس اتعدى على الملحنين لسه بكير شوي، بكير بتخيل، بدها فترة عمرية وبدها فترة ثقافية أكثر لإذا الواحد يركب لحن، يعني أنا من وجهة نظري بحس. بس عندك أسلوب خاص فيك نصيف، يعني كل إنسان بالحياة بتعمله يونيك هيك، ما حد عنده إيه. كل إنسان بالحياة بيخلق عنده بصمة إيد تختلف عن بصمة إيد الثاني، فأكيد أنا بغني بيختلف عن غيري، يمكن أحسن يمكن أسوأ، ميزنا الله بتخيل نحن البشر كل واحد بيعمل بطريقته. وأنا كإنسان خليني أقول موسيقي بحب غني بأسلوبي، يعني بحب غني أنا على كيفي، وبس دائما بقول إن شاء الله يا رب بس غني بكيفي ما أكون عم بنزع الغنية، يعني إذا كنت عم غني لغيري بس. لا بالعكس حلو كتير. تسلم. بس أكيد لما أنت بتغني وعندك لون خاص فيك، هذا اللي لاحظته لما عم نشوف كل برامجك، ما هيك مجيد؟ هذا هو أنا حبيت أني نسأل على أي لون، ممكن على أي لون أنه يرتاح فيها أكثر، هل اللون الترابي، اللون الشعبي، اللون الجبلي، اللون أي لون كلاسيكي؟ بتعرف شو، أنا إنسان دائما بقول هيك ما بغجل فيها، أنا إنسان شوي مزاجي يعني. هلأ أنا نحن بالمعهد العالي بس كنت طالب تعلمنا على اللون الطربي إجباري، اللون الكلاسيكي خلينا نقول الطربي تبع الموسيقى العربية تبعنا اللي كانت أم كلثوم، طبعا محفوظ ألقاب، الأستاذ يا ربي دخيلك بس توقف ذاكرتي أيام فالأستاذ عبد الرحمن. رسالة هلأ نجمنا قليلي، رسالة إجت من ألماز ميكس على الإنستغرام، الناس كلها عم تسمعك حاليا على الإنستغرام لايف، هذا شيء جديد على فكرة. صار الإنستغرام بيسمع لايف؟ هلأ الألماز ميكس الموقع اللي بيشتغل فيه أنا حطوك وعم بيحطوا بلاي وعم يسمعوك لايف. هذا شيء جديد على فكرة. كثير منيح، بس خليني أكمل. عفوا قطعت لك كلامك، سوري. تسلم. تعلمت أنا مدرسة كلاسيكية، أستاذ عبد الوهاب، فريد الأطراش، أم كلثوم، بس أنا كما كنت أهوى الأستاذ وديع الصافي، وهلأ صرت أنا أبغني، فأعتبر أنا صرت هلأ خلينا نقول مشروع فنان أو فنان، خلينا نقول بحب غني كل اللهجات، بس أنا ميال أكتر للون الأستاذ وديع الصافي، وهلأ أحاول أرسم خط لحالي بما أني أنا صرت فنان وعندي أعمال بالسوق، ان شاء الله الله يوفقني، بس انا بحب غني ايام خليجي، بحب غني مصري، بحب غني عده لهجات، بحب يعني الموسيقى ما لا يعني ما بحس الى حد، يعني فاتحت لنا مجال كتير حلو انه فينا نعمل اللي بدنا اياه. ان شاء الله نسمعوك مره من المرات في اغنيه تونسيه ان شاء الله يا رب. بتشرف ان شاء الله. بتشرف اكيد. نحكي شوي على مهرجان موازين اللي هو يعتبر يعني خطوة كبيرة في مسيرة نصيف، يعني خطوة وأيضا علامة مميزة، علامة مضيئة في حياتك. خصتني إدارة مهرجان موازين أن يكون أنا بالافتتاح تبع دولة 2000 وخلينا نقول 13-2014، يعني بتشرف، تشرفت كتير وبحس انه
يعني حلو النجاح أيام، أنا بحسه هذا نجاح بالنسبة لي، يعني أنا واقف على مسرح كبير مثل مسرح خلينا نقول موازين اللي وقفوا عليه كبار الفنانين وعمالقة الفنانين كانوا العرب ولا الأجانب، يوقف عليه شاب هلأ صغير طالع اسمه نصيف زيتون، هذا بالنسبة لي كتير شيء منيح، كريدت كتير قوية ودليل أنه أنا الحمد لله بالخط الصحيح، فبتشكرون وان شاء الله يا رب من موازين انا بطمح اطلع على بتشرف انه كمان يعني. اطلع على قرطاج على جراش ان شاء الله كمان عندنا ببصره وبتدمر عندنا بسوريا يعني انا ان شاء الله يا رب هذا لون طموح بحس كل فنان انه يوقف على مسارح كبيره ويغني ان شاء الله يا طموح طموح مشروع وهذا من حقك لانه ايه. حققت عديد النجاحات وتستحق انك تقف على اكبر المسارح تجربه كبيره صوت مميز جدا بشهاده النقاد بشهاده الملحنين بشهاده اهل الفن على هذا الواحد ديما يعني الواحد ديما يرجع لاصله سوريا الحبيبه شنو ممكن الليله تغنينا على سوريا على بلدك بقول لك مواهب كثير حلوه يا ريت سوري ولسه ما عليت سوري سوري يا نفس على الخوان سوري سوري ولسه ما عليت سوري سوري يا نفس على الخوان سوري سوري وبفتخر اني انا سوري وسوريا يا شمس ما تعرف غياب الله يحمي سوريا ان شاء الله امين يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب نرجع كلنا على بلادنا وسوريا ولبنان وكل الوطن العربي يا رب أمين. طب أمين. انا هلا غرت انا شوي نصيف لانه هو قال لك غني لي عن سوريا وبعد شوي كان عم بيقول لك هلا تونس طب انا بدي شوي للبنان شو رايك اي تكرم عينك الله يكرمك ميسي اي تكرم عينك يا رب لبنان خالد وبيضل أمي ما فيه شعب متخلف وأمي لبنان خالد وبيضل أمي ما فيه شعب متخلف وأمي وأنا ما عشقت غير قلبي يا أمي ولا عندي أغلى منك حبايا الله معاهم وين ما راحوا حبابنا سلام حسن يسلم حسن الله يخليك عن صحيح صوتك نجمنا عن صحيح بيدخل بالقلب يعني إحساس ما فيني أوصف لك الإحساس بصوتك لأنه مزبوط بتغني من قلبك يعني مش مين ما غنى غنى طبعا بس في عندك إحساس هيدا اللي ما أدرى أنا أوصف لك إيه أو إيه لك إيه الله يخليك بصحتك ويخليك لها الصوت الرائع خليك تسلم مجيد نعم مجيد أنا استجمت معاكم أنا طيب شو رأيك نحن نعمل له حفلة لنجمنا هوني بين تونس وأمريكا شو رأيك؟ إن شاء الله يا ربي وعديد المتعهدين يعني اللي احنا بعلاقة وطيدة معهم المتعهدين اللي يسمعوا فينا الليلة وعديد أيضا مديري المهرجانات اللي يسمعوا فينا مرحبا بكم تحبوا تتواصلوا أنتم ونصيف أهلا وسهلا بكم إن شاء الله يكون في تونس إن شاء الله أيضا يكون في أمريكا قريبا في جولة كبيرة حتى يرضي جمهوره لأنه عنده جمهور عدد كبير أنا فما حاجة
مش عارف بعد اذنك بتبيعها نصيف، اني نحب حتى نقولها على الهواء مباشره ان عديد المستمعين اللي يحبوا يعني يحبوا يتواصلوا معك مباشره، انا نعتذر منهم لانه احنا حوار فني، يعني احنا نحب الكلام اكثر، نحب الغناء اللايف الليله، نحب الاخبار الحصريه، ماذا بينا احنا نتمنوا ان تعطينا حاجات حصريه الليله خلال هذا اللقاء حتى تكون اخبار، طبعا نكونوا سباقين احنا في نقل الخبر، لانه ما شاء الله والاخبار في لحظات يوصل يعني العالم الكل، فهذا لاني نعتذر منهم من تمنيت ان يكونوا معنا على الهواء مباشره مستمعينا الكل اللي حابوا يتواصلوا معك، لكن اسمع صوتهم وبتمنى اتواصل معهم، انا حب على قلبي. بس ايمك عن الانترفيو اللي عم نعملها اليوم، فيهم كمان يتواصلوا معي انا عبر الاكاونت تبع الفيسبوك تبعي الرسمي نصيف زيتون، وفي عندي عبر تويتر، وفي على انستغرام بشوفوا كل اخباري وبيقدروا يتواصلوا معي وبتواصل معهم ان شاء الله. وتحياتي لهم كلهم. يعيشك وبارك الله فيك نصيف. نصيف هل يراودك ديو يعني عربي ام ديو غربي؟ ممكن حتى فما برشا اللي توجهوا شويه ممكن للراي، غنيوا اغنيه عربيه معها شويه راي، فما اغنيه غربيه معها العربي طبعا الشرقي، والا ديو عربي فقط؟ والله لك انا قلت لك قبل شوي بحب كل انواع الموسيقى، فما كتير بيعني لي اذا عملنا ديو بس عربي فقط، عربي بفوت عليه راب، بفوت عليه راي، بفوت عليه حتى بغني فرنش حتى، بالعكس انا بحب، انا من العالم اللي مخي مفتوح لكل الاحتمالات. بس حاليا بشغلة الديو لسه بتخيل بكير، يعني مو مطروحة حاليا معي فكرة اني انا اعمل ديو، حابب غني لحالي، ليك عندي شوي نوع من النرجسية، حابب هلأ أرضي أنا هالفترة أني أنا غني لحالي هالفترة شوي، بس بعدين أكيد أنا بتشرف غني ديو وبحب كثير أعمل، بس حاليا أنا حابب هلأ أنبسط بحالي. خليك تفرض نفسك بنفسك بطبيعة حتى بعد ما تشبع حكم الغناء لوحدك من بعدها يجي ديو إن شاء الله. وتباوت عن الفيلم، هلأ نعرض عليك أنك تمثل بفيلم سينمائي؟ لا صراحة فيلم ما نعرض علي، نعرض علي مسلسل، اني انا اعمل مسلسل من رمضان الماضي، بس كمان فكرة التمثيل كمان هلا حاليا غير واردة، لانه حلو الواحد يثبت حاله بمجاله، بعدين اذا بيحب هيك يوسع الاحتمالات له يعمل يكبر يفرد جناحاته اكثر. انا حاليا مبسوط، يعني انا بحب مارس الشيء اللي بعمله، حلو التمثيل، حلو فكره انه الواحد يعمل ممثل ويغني وهيك، بس انه حاليا انا مبسوط اني انا بغني بس، وبتعرف شو بحترم اللي بيمثله، يعني انا ما بحب اتعدى على، انا هلا هذا المجال اللي ابغني انا درست شيء منه، وكان مؤخرتي بالحياه، خليني اقول اخرتي بال اذا بدي اقول نهايه تعليمي بالجامعه، اني انا اكون انسان بيقولوا عنه فنان بنقابة الفنانين السوريين، فنان مغني، وكنت أدرس اختصاص غناء، بستحي قدام اللي درسوا تمثيل هلأ أنا بلش ممثل، يعني التمثيل كمان في عالم درست وتعبت لتصير ممثلة، بحترمهم وبحترم تعبهم، فلسه بكير كتير كتير بكير بحس يعني على التمثيل. هذا هو، احنا بنحترم تواضعك وبنحترم صدقك كمان، يعني انت صادق جدا على فكرة، يعني هذا كتير جميل، وهذا وهذا هو اي هذا المطرب وقت اللي يكون صادق هو اللي يكون قريب جدا من الجمهور، ما فماش قناع بينه وبين الجمهور، انسان تلقائي، انسان كما هو من غير ماسك من غير حتى شيء. وعلى هذا باش نسمعوا صوت ربابة الليله على موجه اذاعه التطاوين، صوت ربابة اللي من الاغاني الناجحه لقت ايضا مشاهدات كبيره طبعا على اليوتيوب، على كل المواقع اللي موجوده على شبكات الانترنت. صوت ربابة الأمضاء نجمنا الليلة نصيف زيتون الليلة غمراس وضوحيها 102.6. أنا يا إلهي مع نجوم العالم العربي، أنا يا إلهي الكون عني، حني ظهري مثل قوس الربان،
صوت ربابة نصيف زيتون تسمعها كاملة بطبيعة الأغنية هذه وتتعاد مرة ومرتين وثلاثة وتسمعوها وتستمتعوا بها الأغنية برغم أني مررتها أنا عديد المرات في لما على الأفام يعني ما عادش برشا وقت في لقائنا الليلة في حوارنا الليلة مع ضيفنا تقريبا 3 دقائق أو 4 دقائق الليلة نحاول أن نستغل الوقت حتى ناخذ منه خبر حصري الليلة هيك نلقط منه خبر حصري الليلة من نصيف خبر حصري شو بدي اقول لك بتعرف شو نعم عم حضر الاغنية هلا هلا قلت لك عندي الكليب ان شاء الله بالايام بينزل بايام قليله بينزل الكليب مش عم تزبط معي بعد مش عم تزبط معي عندي اغنيه كتير مهضومه بتخيل بقريب بعد رجعتي على سوريا انا بكره طالع على سوريا بعد رجعتي بدي احط صوت عليها هلا اسمها ما بقدر اقول لك شو اسمها نعم بس بوعد العالم انه فعلا اغنيه كتير مهضومه ستيل جديد فيها كلام كتير حلو شو بدي خبرك يا الله أكثر من هيك صراحة ما أنا كتير متحفز بالنسبة للأغاني اللي عم بعملها بتصدق ما حتى اسمها ما بحب أقوله أي بحس الفكرة بالاسم والكلام نعم بس نصيف شيء حلو أي نصيف علاش أنت مقلل في لقاءاتك يعني في الحوارات في الانترفيوهات اللي تعملها مقلل جدا لما لاقي حالي خرج اطلع احكي شيء صرح عن شيء بطلع بس انا انسان بغني انا مغني بحب احكي عن اعمالي بحب احكي عن الشغل اللي عم اما بس اطلع لبس فكره انه اطلع ما كتير بحبزها هل خدمك الاعلام يعني خدمك الاعلام ولا لا ايه خدمني وانا نحن يعني خلينا نقول نصيف زيتون وميوزيك از ماي لايف كثير علاقتنا جيده مع كل التلفزيونات ومع الاعلام بشكل عام خلينا نقول بس انا كشخص غير محبز لاني اطلع بس لفكره انه صراحه اكون انه انا بدي اعبي هوا ماني ماده ما عندي ماده اطرحها على الهوا اقول انه انا عندي اعمال بس لعبي بس لاطلع انا لا صراحه ما كثير بحب واضح فبطلع احكي عن شغلي عن الشيء اللي بدي اقدمه يكون جيد ديما يكون بتخيل بيكون هيك احسن وافضل هذا هو هذا من المنطق هو هذا هو الكلام المنطقي والمطلوب من كل المطربين لانه فما بعض المطربين اللي كثفوا كثيرا كثيرا حرقوا انفسهم بالظهور على التلفزات العربيه والاذاعات لا يعني بصراحه لانه احيانا ما عندهمش جديد ما عندهمش جديد ما عندهم انا بدي احكي بمحبه انا عم بحكي بس انا ما عم بنقد غيري انا عم بقول هلا انت الكلام مسؤول عنه اي انا مسؤول عليه طبعا انا عم بحكي عن حالي انا ما بحب وانا بالحياه العاديه خلينا نقول انا كثير قليل الكلام انت قلت قبل شويه فعلا انا انسان بيتوتي انسان هادي داير على شغلي يعني انا عندي صراع بيني وبين حالي حتى انه انا غير الحال دائما للاحسن انه يكون انسان افضل بالعمل بالشغل بشغلي انا ومن حالي كل واحد بشوف الدنيا انا شوف طموحاتك بحب تطلع وتطلع وتحكي ومو غلط انا ما بشوفه غلط بس كل واحد عنده وجهه نظر نصيف نظر تبعك انت مسؤول عنه يا نصيف يا غالي طموحاتك شفتها كبيره فمش طموحك تتمنى انك تحققه ان شاء الله باسرع وقت حاجه تطمح لها تحديدا والله ليك بدك لكون صريح معك 100% بدون تفكير حتى اللي بطمح له هلا انه نحن بعالمنا العربي والله وهي مو كليشيه ما عم بحكي كليشيه ان كان بسوريا او ان كان باي بلد عربي يهدى الوضع خلينا نرجع نحب بعض لنرجع نفكر نحن الشباب العرب نفكر حتى انه نحلم يعني هلا حتى نحن الحلم عنا شوي بنحسه ضيق لانه الاوضاع سيئه هذا هو عم بحكي كشاب عربي غير فنان وشاب اوضاع ترجع الاوضاع بمحبه هي ما في احلى من المحبه كل الديانات قالت لنا حبوا بعض ما في ديانه نزلت غير ما قالت حبوا بعض نرجع نفكر بكونسبت المحبه لنرجع نقدر نحلم من غير محبة ما نجموش نعيشو ما نقدروش نعيشو هذا أكيد نصيف وصلنا أن ناخذ إمضاءك الخاص الليل لأنه يعني شرفنا على نهاية الليلة دقيقة ما زال في وقتنا اسمعوني واسمعوا كل أغاني على إذاعة تطاوين مع مجيد نصيف زيتون اسمعوني واسمعوا كل أغاني وتابعوا كل أخباري عبر ألماز ميكس مع سلوى نصيف زيتون شكرا لك نورتني الليلة نصيف من خلالك بطبيعة تحية كبيرة 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 الباسم عساف تحية لي لأنه ساعدنا في التواصل معك
وصل خي. تسلم. الله يخليك. شوف قريبا في تونس نصير. الله يا رب نتشرف. عايشك. شكرا لك. سلام.